جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف عين ألف عين، تقول: ما جزاء من تمس القرآن الكريم وهي على غير طهارة كأن تكون في عذرها الشهري أو تكون نفسا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا الاتفاق الأئمة الأربعة أنه يحرم على المحدث مس المصحف مباشرة من غير حائل، فما وقع من السائلة يعتبر ممنوعا ومحرما، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود إلى مثل هذا. ولكن إذا كانت تمسه من غير من وراء حائل، كمن وراء ثوبها أو كمها، أو تحمله في صندوق خاص به أو في كيس خاص به، فلا بأس بذلك، إنما الممنوع مس المصحف مباشرة من غير حائل. أما مسه من وراء حائل أو حمله وهو في صندوق أو كيس أو حامل له، فهذا ليس بممنوع، لأنه ليس مسا للمصحف، وإنما هو مس لما يحول دون المصحف.